أهلا بكم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا هو فرق الإيمان بين المعسكرين، معسكر الحق والباطل، معسكر الإيمان والكفر. هذا هو الفرق بين حملة الجمهورية الإسلامية لأخذ الثأر وبين رد الصهاينة الورقي. والله إن لوقع صواريخ المقاومة صوتا سيبقى يصدح في آذان المحتل الغاشم حتى فناء كيانهم السرابي. يا من أثلجتم قلوبنا إذ احترقت من إجرام الصهاينة بحق أشقائنا الفلسطينيين، سدد الله رميكم وأعانكم في جهادكم وحماكم بعينه التي لا تنام. أهلا بكم. أرحب بحضراتكم مشاهدينا أجمل ترحيب. إذن سيكون ملفنا الأول لهذه الليلة لمناقشة الرد الإسرائيلي المخجل حقيقة. سيكون معي في الأستوديو الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الميالي، مرحبا بحضرتك، والكاتب والمحلل السياسي محمد الياسري، مرحبا بحضرتك. حياكم الله. أيضا عبر سكايب من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير شوهاني، مرحبا بك. أهلاً بحضرتك. دكتور، أبدأ من جنابك. في ساعات الصباح الأولى من اليوم أعلنت الدفاعات الجوية للجمهورية الإسلامية عبر التلفزيون الرسمي بأنها استطاعت إسقاط مسيرات صغيرة تحمل متفجرات، حتى وصفوها بأنها عملية تخريبية لا تكاد أن تصل إلى مرحلة الهجوم. هل يعتبر هذا الرد إسرائيلي على الهجمة، على هجمة الجمهورية الإسلامية قبل أيام؟ ولماذا لم تتبنى إسرائيل حتى اللحظة هذا الهجوم بشكل رسمي؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية طيبة لكم مشاهدين السادة الضيوف. إلى حد هذه اللحظة لا توجد يعني تأكيدات من الطرفين الإيراني أو الصهيوني على هذا الرد، لكن المؤشرات ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية وحتى الإيرانية وجزء من الصحافة الإسرائيلية قالت على أنه رد على حادثة يوم السبت. حتى الصحف الأمريكية كتبت. نعم، الولايات المتحدة أيضا هناك حديث، لكن التأكيدات الرسمية اللي هي يجب أن تنبثق من وزير الخارجية الإيراني أو من وزير الحرب الإسرائيلي إلى حد هذه اللحظة لا توجد تأكيدات، إنما هناك تخمينات. الجانب الإيراني يعتقد بأن هذا الرد هو تسلل، يعني نوع من شيء من داخل إيران، حدث أمني من داخل إيران، عملية أمنية، اختراق أمني، وليس اختراق للأجواء الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني. وإلى حد هذه اللحظة إسرائيل لم تنفي أو تؤكد هذا التصريح الإيراني اللي إجى عن طريق الخارجية الإيرانية، ما يعني بأن فرضية الرد هي لا زالت غير مؤكدة، وأن فرضية أن يكون إسرائيل هي من تبنى ذلك أيضا لا زالت غير مؤكدة. لكن إسرائيل معتادة على موضوع الاختباء وعدم تبني، كما حصل بموضوع القنصلية الإيرانية عندما قصفت لم تتبنى بشكل رسمي. صحيح، وهذا جزء من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، لأن حقيقة كل العمليات الأمنية أو العسكرية اللي تقوم بها إسرائيل، يعني عدد اللي نتحدث فقط الآن في غزة اللي هي تستهدف أهداف إنسانية، هي لم تحقق المطلوب حتى في غزة. يعني ترجع إلى يعني قضية القضاء على حماس أو استهداف حماس، أيضا لم تحقق المطلوب. بالنسبة إلى إيران، إذا أعلنت أنها
من تبنى هذا الرد، اعتقد راح ينعكس بشكل سلبي، يعني يعتبر رد ضعيف ومهلهل وغير منسجم او غير متوازن مع الهجوم الايراني اللي حصل يوم السبت. جيد استاذ محمد، شلون نشوف هذه الهجمه او العمليه التخريبيه؟ يمكن ما نقدر نقول عليها هجمه ما ترتقي لهذا الامر. بدايه اثنين، ليش اسرائيل تتنصل عن تحمل المسؤوليه حتى اللحظه لم تعلن بشكل رسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكم وللدكتور العزيز وضيفك الكريم من طهران والمشاهدين الاكارم. خب بالتاكيد في اول الامر اليوم عندما سمعنا هذه الانباء وهذه الطائرات كاونت كابتر وكذلك التي تصدت لها الدفاعات الجويه الايرانيه، هي بشكل كان انه لا يمكن ان يصدق انه هذه عملية إسرائيلية التي كانت تقول عنها هذا الكيان. لكن إذا أنه ولكن وفق الصحافة وما ذكرته والتقارير التي وردت من الجانب الأمريكي كذلك إبلاغهم بأن هناك ستكون ضربة للجمهورية الإسلامية، هذا يعني أنه الكيان عاد إلى الاستراتيجية السابقة في العمليات الأمنية وعدم المغامرة في اتجاه العمليات العسكرية. يعني أنه هنا في هذه الحالة أنه الكيان فقد عمليا الرد العسكري وخرج دائرة الحسابات، وبالتالي أصبح خارج الحسابات العسكرية. النقطة الثانية، فقد الإرادة، منقوص السيادة، وبالتالي هذا أعطى صورة أن عملية العودة إلى تلك العمليات الأمنية يعني عودة المجموعات إلى داخل الجمهورية الإسلامية وهذه الشبكات. وكذلك ما في هذا السياق أن الجمهورية الإسلامية معتادة منذ انتصار الثورة الإسلامية لغاية اليوم، إذا نلاحظ كل أغلب قيادات الجمهورية الإسلامية الذين قاموا بالثورة مثل الشهيد مطهري وشهيد بهشتي وحتى رؤساء جمهورية مثل الشهيد رجائي ورئيس الوزراء باهونار رحمة الله عليهم كلهم استشهدوا بتلك العملية. في التسعينيات على علي صياد شيرازي وزير الدفاع أيضا استشهد بنفس العملية. فبالنتيجة أنه هذا أعطى قوة لإيران عمليات الأمنية وأبين حالة الضعف ما وصفه وزير الأمن الإسرائيلي. جيد، هل تعتبر هذه مسخرة؟ هي بالضبط، هذه يعتبرها مسخرة، عملية لحفظ ماء الوجه مثلا بالمنطقة، بالتالي التلويح أنه كانوا عملية تطبيل لا أكثر ما قام به الإعلام العبري. والغريب أنه الإعلام العربي المطبع كان أكثر فرحا وتهريجا من الإعلام العبري، حتى انه وسائل الاعلام الاسرائيليه ايضا لم تصدق بانه ان يكون بهذا الشكل، بهذه انه تل ابيب قالت سنرد وعلى طهران وان تتحضر للضربه وهذه واذا بهذه الصوره. فبالتاكيد انه هذا يعني انكسار كبير ومرحله، اذا كان يبحث عن ماء الوجه فنحن في مرحله متقدمه جدا كمحور المقاومه، باعتبار حدثت عمليه ضربه عسكريه والضربة العسكرية لم تكن استهدفت قاعدة نوفاتيم اللي فيها أسراب طائرات. إذا تسمح لي روح الطهران أستاذ سمير، أرحب من جديد بحضرتك. أسألك، هل تعتبر الجمهورية الإسلامية هذه العملية التخريبية هي محاولة الرد الإسرائيلي على الهجمة الأخيرة؟ تفضل. تحية لك ولضيوفك الكرام وأيضا لمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالعملية التي اليوم شهدناها وسمعنا عنها في محافظة إصفهان، حقيقة إيران ليست لديها مشكلة أن يتبنى الكيان الإسرائيلي، لكن الكيان الإسرائيلي هو الذي لا يريد أن يتبنى هذه العملية لعدة أسباب. أولا، موضوع التداعيات القانونية على صعيد القانون الدولي لأنه يعد اعتداء. ثانيا، التبعات الأمنية والعسكرية للكيان الإسرائيلي، لذلك بالتأكيد سيكون هناك رد إيراني أوسع وأقوى. السبب الثالث هو أن هذه العملية حقيقة يعني لو صح التعبير نحن نتحدث عنها كعملية وإنما هو حادث. حقيقة كان تم الإعداد له حقيقة قبل تنفيذه إعلاميا، يعني إعلاميا تم الإعداد لهذه العملية عبر الصحف ومواقع التواصل وأيضا التلفزيون الأمريكية CNN الأمريكية و CBS و SABS نيوز الأمريكية، إضافة إلى جانب
قنوات ومواقع تواصل إسرائيلية وأيضا عربية. فأنتم شاهدتم يعني قبل أن يعلن أي جهة عن هذه العملية، ونحن سمعنا بتفاصيلها عن طريق وسائل إعلام أمريكية. نعم. وتحدثوا عن هجوم متزامن على إيران وسوريا والعراق، ولكن في حقيقة الأمر حصل كان إرسال مسيرات صغيرة جدا كوادكوبتر من داخل الأراضي الإيرانية، يعني لم يكن هناك هجوم من خارج الأراضي الإيرانية. ومن هذا المنطلق الكيان الإسرائيلي حقيقة ولم يحصل على إنجاز، فليتبنى ماذا وماذا سيقدم لي على سبيل المثال نتنياهو لقاعدته في الكيان الإسرائيلي. لماذا الرد بهذه الطريقة أستاذ سمير حسب توقعاتك؟ يعني هل هذه هي إمكانيات العسكرية للكيان الغاصب؟ أنا أتصور، يعني لاحظوا عندما قالت إيران أنها سترد بعدما تم استهداف مقر الشؤون القنصلية الإيرانية، وإيران ردت رغم الضغوط، يعني حقيقة. نعم. إيران أسبوعين وقالت بأنها سترد وردت، وعندما ردت بعد ساعات جرى اتصال هاتفي بين جو بايدن الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حذره بايدن، حذر نتنياهو من أنه ينبغي عدم الرد على إيران. لماذا؟ لأنه يعني الإدارة الأمريكية تعرف جيدا بأن إيران سترد بشكل أوسع وأقوى على أي اعتداء جديد. الموضوع الثاني مخاطر أن تتوسع دائرة الحرب حقيقة والعدوان في المنطقة. الموضوع الثالث إذا توسعت دائرة الحرب في المنطقة آنذاك بالتأكيد المصالح الأمريكية ستكون في مرمى الاستهداف ومرمى النيران. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الكيان الإسرائيلي لم يجرؤ على إرسال أي من مقاتلاته إلى الأراضي الإيرانية خوفا من كشفها عبر الرادارات الإيرانية واستهدافها وإسقاطها، فلهذا قام بهذه العملية، أي إرسال، يعني هناك لنكون واقعيين ويحصل في أي بلد، هناك مغرر بهم موجودون. نعم. هناك مخربين موجودون في أي بلد، وهؤلاء الذين قاموا بهذه العملية، أي إرسال تجهيز وإعداد هذه الطائرات المسيرة الصغيرة جدا. الموضوع الآخر، ما حصل في سمعنا في وسائل الإعلام، ما قام به الكيان الإسرائيلي هو أن تكون المقاتلات الإسرائيلية F-35 أن تطلق صواريخ من خارج الحدود الإيرانية باتجاه الأراضي الإيرانية، وهذه الصواريخ سقطت في خارج إيران. الكيان الإسرائيلي يتحدث عن صاروخ ثالث استهدف قاعدة جوية، ولكن ما رأيناه في قناة CNN الأمريكية واستنادا الى صور. نعم. صور الاقمار الصناعيه تؤكد بان هذه القاعده الجويه الايرانيه في محافظه اصفهان لم تتعرض الى اي اضرار جسيمه. جيد استاذ سمير، اعود لحضرتك استاذ سمير اذا تسمح لي. دكتور، يعني ليله امس نتنياهو زار الموساد، وهناك من يرى من المراقبين بانه اخذ الضوء الاخضر للقيام بالرد على إيران، لكن الرد بهذه الطريقة، ربما اليوم الكثير يتساءل لماذا رد بهذه الطريقة المخجلة الضعيفة على إيران؟ نعم، كان يوم أمس من المفترض أن يؤجل موضوع البت بالرد، ولكن تفاجأنا هذا يعني صباح هذا اليوم ما حصل. لذلك نعتقد هو نوع من، أولا لا يوجد هناك ضوء أخضر أمريكي في هذا الجانب، وحاولت الولايات المتحدة ربط هذا الموضوع بإيقاف عملية رفح في جنوب القطاع. نعم. ما أعرف إذا أصبحت هناك يعني تطورات في هذا الملف، لم يعلن عن هذه المقايضة. المسألة الثانية، إذا ما يعني افترضنا بأن هذا الرد هو رد رسمي من قبل نتنياهو وسيتم تبنيه في الساعات القادمة، أنا أعتقد هو يعني يعبر عن واقع القدرات الإسرائيلية أزاء مواجهة إيران. إذا ما نتحدث عن قواعد اشتباك
متقابلة، ما نتحدث عن تصعيد غير تقليدي في الحرب. رد لا يمكن حقيقة أن يكون كالرد الإيراني، لا تستطيع أن ترسل الصواريخ والطائرات المسيرة دون أن يتم إسقاطها، وبالتالي فتح جبهة ثانية الآن هي مستنزفة في غزة ومستنزفة في جنوب لبنان ومستنزفة في الداخل، فتح جبهة مع إيران في هذا التوقيت بأن تطلق رد عسكري أو أمني أوسع من الرد الإيراني أو الانتقام الإيراني اللي حصل. هناك من يرى بأن إسرائيل من دون حلفائها لا تستطيع أن أبداً تؤثر على إيران ولو بنسبة واحد. صحيح، لذلك لم يأتي الضوء الأخضر الأمريكي، فكان هذا الرد هو رد حسب اعتقادي هو يتناسب مع ما تريد إسرائيل أن تفعله تجاه إيران لعدم فتح جبهة جديدة، استنزاف. تعرف الآن فقط الرد الإيراني كلف إسرائيل 2 مليار دولار إذا مو أكثر، وأيضا الآن إذا استنزف أيضا بهذا المستوى، أعتقد هذا راح يشكل ضغط كبير على الموازنة. المسألة الأخرى راح يفتح باب أيضا لإيران برد آخر، بالتالي توسيع نطاق الحرب. أعتقد هو كان نوع من رد الاعتبار الشكلي لكن لم يكن بالمستوى المطلوب، والدليل أنه كينست الآن أدهان هذه العملية وقال بأن الردع ضعيف، والجانب الإسرائيلي أيضا أصبحوا محل سخرية للعالم والصحف العالمية. التواصل الآن شفناها يعني حتى بعض حلفائهم انتقدوهم، لكن هي تريد حقيقة ترسل رسالة مهمة، هي أن يكون هناك قواعد اشتباك، العودة إلى قواعد الاشتباك القديمة مع إيران، وهي أن لا تكون هناك حرب مباشرة أو استهدافات مباشرة، ويكون هناك دائما تعرف الحرب بالنيابة أو الحرب بالوكالة، أن يكون لبنان حزب الله المقاومة في ساحات أخرى، ومن جانب آخر هي تقوم تستهدف في سوريا أو تستهدف في جنوب لبنان. جيد، يعني نتحدث اليوم الداخل الإسرائيلي استاذ أنه هناك تلخبط، هناك عدم رضا على سياسة نتنياهو وقراراته الأخيرة، كيف تقرأ الداخل الإسرائيلي اليوم؟ شوف، بالتأكيد أنه إيران تعاملت باستراتيجية مع الداخل، مع قراءتها الدقيقة للوضع الإسرائيلي أوصلتها إلى هذه المستوى، عملية الصبر الاستراتيجية تعاملت بها، فصائل المقاومة استهدافا متعدد لهذا الكيان، مثلا في 7 أكتوبر هذه العملية، حزب الله يدخل على الخط، أنصار الله، بعض العمليات من فصائل المقاومة في العراق. نعم، هذا سبب إنهاك للإسرائيليين، هم ما خرجوا من غزة يحاولون أن يطلعون بأقل الخسائر، وإذا جبهتين تنفتح عليهما دائما، من حزب الله من الشمال التي سحبت نصف القدرات العسكرية، كذلك إلى حصار اقتصادي فرضها أنصار الله وإغلاق باب المندب، وبالتالي رغم تدخل الأمريكي والبريطاني لكن هذا انتهى. هم في الداخل أيضا منقسمين بهذا الشكل، وموضوع في طبيعة هؤلاء المستوطنين أنهم جبناء، الجبن، عملية الخوف، الهروب من الموت، هذا ديدنهم. فبالتالي ما قامت به المقاومة حماس في 7 أكتوبر كان هذا عملية صادمة بالنسبة لهم. المغامرة الأكبر عندما دخلوا إلى غزة، أرادوا أن يصلوا إلى مرحلة، ولكن يتفاجؤون لم يجدوا شيئا، لا أسرى، حتى الأسرى الذين أرادوا تحريرهم قتلوا في العمليات. بالنتيجة هذا سبب عملية تضاعف على المصاب على نتنياهو، وهو أصبح لا محالة أنه فقط تنتهي الحرب يذهب إلى السجن. نتنياهو بعد لا، نهايته هكذا، فبالتالي إطالة أمد الحرب، توسيع دائرة الحرب، وما عمل عليه من خلال استهداف القنصلية الإيرانية، كان يتوقع أن يدخل الأمريكي إلى جانبه في هذه، لكن الأمريكي أيضا حسابات، ما ممكن الأمريكان يعرضون مصالحهم في غرب آسيا في الشرق الأوسط إلى الخطر لأجل نتنياهو الذين هم على خلاف. انقسام البيت الأبيض هذا هم سابقة في ما يتعلق، أنا أذكر مسؤولة أمريكية زارت العراق بالفترة الماضية والتقت بالمسؤولين العراقيين، أحد المسؤولين ذكر لها أنه استمرار الدعم للكيان وبهذا الشكل وبهذه الصورة راح سبب أكثر الآن، باعتبار نصف الشباب الأمريكي هو ناقم على الإسرائيليين، ناقم على الأمريكان، على السياسة الأمريكية، وأنتم بذلك تزيدون النقمة عليكم.
فينا الوسط الأمريكي. قالت نعلم ولكن لا نريد حماس تنتصر تخرج منتصرة، لا نريد إيران أن تخرج منتصرة، وبالتالي أن يخرج نتنياهو وهذا الكيان أن يخرج منهزم. نحن لا يمكن أن نسمح أو أن نقبل بأن يكون هناك انتصار للخصوم. هذه يعرفون النتيجة أن النهايات سائبة بلا حرب مفتوحة، لكن فمن أخير النوب يتورط الكيان في حرب المواجهة مع الجمهورية الإسلامية. وبهذا أيضا وما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية أيضا بأن عملية الردح فشلت مرتين لأول مرة في 7 أكتوبر والآن في الجمهورية الإسلامية في الرد الإيراني. بالتالي أصبح الواقع الذي ذهب إليه إلى أن هذا الموساد وجهاز الشينبت وكذلك المؤسسات الأمنية التي كانت يتفاخر بها أمام العالم ومنظومات الأمنية والاستخبارية أصبحت فعلا ورقية إذا كانت هذه العملية الرد على الجمهورية الإسلامية بهذه الصورة. جيد. كما وصف لا يمكن القول أكثر ما قاله وزير الأمن بأنها مسخرة. جيد. أستاذ سمير، إسرائيل منحت إيران نصرا كبيرا، هذا ما تم تداوله في بعض الصحف العالمية، كيف تعلق؟ نعم حقيقة يعني نحن إذا ما نظرنا حتى إلى داخل الكيان المحتل، وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة له اعتبر هذه العملية يعني تسديدة ضعيفة جدا، أو البعض ترجمها إلى العملية بوصفها بالمسخرة. هذا فيما يتعلق بوزير، وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية. أيضا أتوقع كان يصف تسديدة أنه ضرب كرة القدم اللي لم تصل إلى الهدف. نعم 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 نعم. وأيضا في داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية ومواقع إسرائيلية يدعوت أحمانوت هارتس، حقيقة يقارس عمله على مقارنة بين الرد الإيراني والرد اللي حصل أو العملية التي حصلت، وحتى ليس بإمكاننا أن نسميها عملية، يعني محاولة أو حادثة. إيران قبلها بأيام تعلن بأنها ستستهدف الكيان الإسرائيلي، هذا أولا. إيران هدفت ب 300 صاروخ كروز وصاروخ باليستي ومسيرات الأراضي المحتلة. إيران بعد ذلك أعلنت بشكل رسمي وتبنت بشكل رسمي العملية. إعلان إيران قبل أيام يعني بشكل رسمي بأنها ستستهدف الكيان الإسرائيلي منح فرصة لهذا الكيان أن يدافع عن نفسه ويتصدى لهذه الصواريخ والمسيرات، ولم يستطع، لأن إيران كانت تريد أن ترسل رسالة واضحة بأنها. وأيضا هذا الدفاع كان بمساعدة الحلفاء والدول المجاورة. نعم نعم بكل تأكيد. يعني أنتم لاحظوا هذه المسيرات والصواريخ الإيرانية تصدت لها الولايات المتحدة، تصدت لها بريطانيا، تصدت لها فرنسا، تصدت لها إسرائيل، وتصدت الأردن. أو فتحت جواها بلد عربي للأسف، يعني ساعدوا هاي كل يعني 5 دول، 3 منها قوى عظمى في العالم شاركت في هذه العملية، عملية التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية. ولولا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ولولا تحذير إيران المسبق بأن إيران ستنفذ، حقيقة كان الوضع لا يختلف. رغم كل هذا وصلت الصواريخ إلى أهدافها، حتى وإن وصلت يعني بنسبة 8% 9% هذا ما تم ذكره، لكن أيضا إيران أعلنت بنفس الوقت أنها لم تستخدم صواريخها المتطورة وأنما بصواريخ قديمة تمت مهاجمة إسرائيل. بالتأكيد قائد الجوفضاء في إيران العميد حاجي زادة أكد بأن إيران لم تستخدم صواريخ باليستية حديثة، منها صاروخ سجير، صاروخ خيبر، صاروخ خرمشهر، وإنما استخدمت صواريخ قديمة، يعني صواريخ قديمة وقد صنعت قبل 12 عاما وكانت في المخازن. وإذا لم تكن إيران تستخدم هذه الصواريخ لتحولت فيما بعد إلى خردة حقيقة.
هذا أهمية الرد الإيراني. ومن هذا المنطلق نحن بإمكاننا أن نتفهم القلق الأمريكي الذي يحذر الكيان الإسرائيلي من الرد على الجمهورية الإسلامية، لأن الولايات المتحدة التي شاركت في التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية تعرف جيدا القدرات الحقيقية للجمهورية الإسلامية. وفي خلاصة حقيقة، حصل اليوم أثار السخرية حتى في الداخل الكيان المحتل، فما بالك في البلدان الأخرى. طبعا هناك وسائل تواصل وقنوات عربية يعني حقيقة كانت ملكية أكثر من الملك، وكانت منحازة للأسف للكيان الإسرائيلي. المراقبون يرون أن إسرائيل لن تجرؤ ربما في مرة أخرى أن تهاجم عسكريا، لكن هناك من يتساءل بأن هل من الممكن أن تلجأ إسرائيل إلى هجمات تخريبية أخرى في إيران حسب توقعاتك؟ طبعا خلال الأعوام الماضية حصلت هناك عمليات تخريب، خاصة كان يستهدف البرنامج النووي الإيراني وأيضا برنامج صناعة السيارات الإيرانية. والجمهورية الإسلامية حقيقة تأخذ بعين الاعتبار يعني كافة هذه المخاطر أو التهديدات، ليس اليوم فحسب وإنما منذ أعوام. وكنتم تعلمون وتسمعون بالأخبار بين الفينة والأخرى، تفكيك شبكة تجسس أو اعتقال عملاء للكيان الإسرائيلي، فإيران تأخذ هذا بعين الاعتبار وبمحمل الجد. أي موضوع أو أي محاولة تخريبية من قبل الكيان الإسرائيلي أو من قبل الولايات المتحدة أو محاولات على سبيل المثال محاولات سيبرانية لاستهداف مواقع حساسة في إيران، فإيران تأخذ هذا على محمل الجد. نعم، أعود لحضرتك أستاذ سمير، بقينا يمكن دقائق معدودة على هذا الملف، خلينا نأخذها باختصار. هناك بعض وسائل الإعلام نشرت بأن الإيرانيون فرضوا ميزان رعب ردعي في منطقة الشرق الأوسط، هل تتغير الاستراتيجية في الشرق الأوسط خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي شهدناها؟ بالطبع، لأنه هذه أول مرة بصراحة إيران تتحول من الشعار إلى الواقع، بمعنى أن إيران كانت دائما ما تتبنى شعارات المقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، رغم هي تنفذ عن طريق حلفائها في ساحات وجبهات المقاومة المعروفة في سوريا والعراق ولبنان واليمن. وكانت هناك أيضا أحاديث واتهامات بأن إيران لن تتجرأ على أن تستهدف إسرائيل إطلاقا، وأن هناك علاقات غير مباشرة وكذا وقنوات اتصال خلفية بين الطرفين. هذا الاستهداف محى كل هذه الفرضيات وهذه التقولات. واثنين، أبرز بأن إيران بدون حلفاء ومن أراضيها وبأسلحتها وبإخبار وإعلان عن هذه العملية قبل أيام عن طريق سويسرا والولايات المتحدة وحتى في وسائل الإعلام عن وزير الخارجية أيضا وقتها أعلن وتم التنفيذ، هذا فرض واقع جديد بأن أي اعتداء على السيادة الإيرانية وأيضا على المصالح الإيرانية في المنطقة وأيضا معادلة الحرب في غزة واستهداف جبهات المقاومة أو محور المقاومة أينما كان سيكون هناك رد قاسي ويجب أن يحسب له ألف حساب. ولذلك أنا أعتقد يعني هناك مرحلة جديدة تالية في قضية الردع وقضية قواعد الاشتباك والمواجهة ما بين الطرفين. أما أن تكون آلية ردع جديدة أو مواجهة جديدة بين الطرفين تكون رد مباشر أو العودة إلى قواعد اشتباك جديدة تحترم فيها أمريكا وإسرائيل مصالح إيران، سواء كانت مصالحها القومية الوطنية أو مصالحها في جبهات المقاومة. جيد أستاذ محمد، أيضا أريد قراءتك لهذا الموضوع. واليوم إسرائيل تقصف في عقر دارها بصواريخ والحلفاء يتفرجون، يعني منو كان يتوقع هكذا سيناريو؟ خب بالتأكيد هنا أولا فرضت المعادلات بعد 7 أكتوبر عندما دخل أنصار الله على الخط وفرضوا حصارهم على الكيان في البحر الأحمر والبحر العربي وكذلك في باب المندب، وهذه معادلة جديدة رغم تدخل الأمريكي والبريطاني لكنها فشلت، هذا أصبحت واقع حال جديد. والذهاب باتجاه الخط البري ودفع التطبيع تحرك السعودية في هذا المجال لكنه لم يصل إلى نتيجة، من نتيجة الحصار فرض ومن محور المقاومة. المعادلة الأخرى التي فرضها الإيرانيون
بأنهم التحول من استراتيجية إلى استراتيجية أخرى، من عملية المواجهة غير المباشرة إلى المواجهة المباشرة، وبالتالي هذا أيضا ليس فقط للإسرائيلي وإنما للأمريكي أيضا. إذا ما فكرت يوما سواء كنت جمهوريا أو ديمقراطيا مهاجمة الجمهورية الإسلامية، فهذه قواعدك في الشرق الأوسط كيف ستكون، كذلك أيضا إلى حلفاء. وأن الكيان ليس وحدة، المضادات التي كانت دفاعات الجوية الإسرائيل الأمريكية أيضا والفرنسية شاركت، وكذلك مع الأردنية في هذا، بنتيجة أنه رغم مشاركتهم لكن الأهداف وصلت وعملية رد ما حصلت، بالتالي منع ولكن هنا ماذا بمثابة ولكن هنا ماذا؟ أنه ذهبوا إلى مجلس الأمن. إن في السابق كانوا هم يستهدفون كما في أفغانستان والعراق، الآن ذهبوا يتشكون إلى مجلس الأمن. هذا عملية دفع بأن اتجاه أن ما تقوم به سأقوم عملية بالمثل، عملية التعامل بالمثل هو هذا الذي كان واقعا وعملية دقيقة. بالتالي أنه بعد لا يجرؤ الأمريكي ولا غير الأمريكي حتى أن يستهدف الجمهورية الإسلامية. وأيضا في هذه النقطة حتى الدول المطبعة في منطقة الخليج ستحسب حسابات أخرى في مجال، باعتبار الكيان لم يستطع حماية نفسه، فماذا سيفعل لو دخلت إيران على الخارج؟ أحسنت أستاذ سمير، ما هي ثمار التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة؟ تفضل. أولا أثبت للجميع يعني خلال 6 أشهر من عدواني على قطاع غزة أن الكيان الإسرائيلي لولا الدعم الأمريكي المباشر عسكريا وتزويده بالسلاح، لولا الدعم والغطاء السياسي الأمريكي للكيان الإسرائيلي، ولولا الدعم الاستخباراتي الأمريكي والغربي للكيان الإسرائيلي، ليس بإمكان هذا الكيان أن يدخل في أي معركة وفي أي حرب تستمر لأشهر. هذا أولا. الموضوع الثاني، أثبتت هذه يعني بعد 6 أشهر أثبت للجميع أن محور المقاومة رقم صعب في هذه المعادلات الجديدة الإقليمية الجديدة، على سبيل المثال المقاومة الإسلامية في العراق، المقاومة اللبنانية، المقاومة في اليمن. حقيقة اليمنيون كيف أثروا على موضوع الاقتصاد الإسرائيلي ومنع السفن المتجهة من للكيان الإسرائيلي من عبور باب المندب. الموضوع الثالث حقيقة هو تحول إيران فيما يتعلق بمواجهة الكيان الإسرائيلي. إيران تخلت عن سياسة الصبر الاستراتيجي وتحولت إلى سياسة الردع للمعتدي، وهذا ما شهدناه خلال استهداف إيران للأراضي المحتلة ب 300 مسيرة وطارق. نعم، المحلل السياسي من طهران سمير شوهان يشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا لكم. إذن مشاهدينا ابقوا معنا لنفتتح وإياكم الملف الثاني لكن بعد فاصل قصير. إذن نفتتح وإياكم الملف الثاني ونتحدث عن تفاصيل زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن وحيثيات هذه الزيارة وعوامل نجاحها. إذن دكتور أبدأ معك، هل من الممكن أن نعتبر هذه الزيارة ناجحة وما هي معايير نجاح هذه الزيارة المعطيات؟ تفضل. نعم، يعني في البداية هذه الزيارة حقيقة أنا أعتقد هي راح تدشن مرحلة جديدة في مسار العلاقات العراقية الأمريكية. لماذا؟ لأن أول مرة حقيقة هناك اهتمام أمريكي بهذه الزيارة، وهناك
تشكيك في الرأي العام الأمريكي بمصداقية الحكومة العراقية في التعامل مع الولايات المتحدة بشكل يمثل المصالح المتبادلة بين الطرفين. هناك مخاوف من انحياز عراقي لأطراف إقليمية على حساب المصالح الأمريكية. نعم. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي كانت دعوة أمريكية مباشرة من الإدارة الأمريكية ورئيس بايدن لرئيس الوزراء بهذا الوفد النوعي. في كل الزيارات السابقة أو اللقاءات السابقة كان هناك أما دعوة عراقية أو استدعاء. نعم. أحيانا. النقطة الثالثة أن توجه الحكومة هو ضمن برنامج حكومي مثبت بأن تنتقل هذه العلاقة من إطار الرؤية الأمنية أو الفضاء الأمني إلى الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وغيرها. بمعنى عندنا الآن صورة سلبية جدا عن الولايات المتحدة بصراحة. نعم. أنه دولة احتلال، دولة غير موثوقة، دولة تريد أن تحقق مصالح إسرائيل والغرب عبر تواجدها في العراق، تريد أن تهدد الدول الجوار من خلال العراق. هذا كله قناعة شعبية وحتى سياسية. الحكومة إذا ما استمرت في هذا الجدال، في هذه هذه الاعتبارات وهي واقعية، ما أعتقد ما راح يحقق شيء أو استقرار للعراق، لأن تعرف لابد أن تكون هناك علاقات مع الولايات المتحدة بالتأكيد بحكم الدولار وبحكم النفط وبحكم عالم الأقوياء وبحكم المصالح المرتبطة ما بين الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا وجيراننا. واليوم العراق يحتاج إلى استثمارات، يحتاج إلى شركات. نعم. أجنبية، شركات. أنا أقول إحنا ليش ما نصير مثلا مثل دول استقرت وبنيت الدولة وبنيت المؤسسات مع وجود أمريكي ومصالح أمريكية. نعم. إحنا نريد نفصل ساحتنا عن الساحات الأخرى، ما نريد نكون ضمن ساحة سوريا وساحة إيران وساحة تركيا وكذا. جيد. نريد نتحول، يجب أن يكون هناك علاقة ثنائية. أنا خلي يكون أكو مصالح أمريكية بس مو بالأمن، مو بالاحتلال، مو بالتدخل بالشأن السياسي. نعم، شركات أهلا وسهلا، مثل ما أنطي شركات مصرية إيرانية إماراتية، خلت تجي شركات أمريكية تخدم العراق وتحقق مصالحها، وهذا شيء ما بي مشكلة. لذلك أنا أكو تأسيس دكتور بعيد المدى أو متوسط وبعيد المدى على تحويل هذه العلاقة من تبعية أو تسلط أو تدخل بالشأن العراقي أمنياً وعسكرياً وسياسياً إلى علاقة متكافئة، شراكة ثنائية بكل المجالات. بالتالي اليوم بدلت الحكومة الجانب الأمني والعسكري ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي العفو بالأمن والعفو بالطاقة والاقتصاد. نعم. والاستثمار والكثير منها، لكن هل نحتاج إلى جدول زمني للبدء بتطبيق وتنفيذ هذا فعلياً؟ نعم، شوف احنا شفت اكو اهتمام عند رئيس الحكومة الآن حول هذا الملف. اولا احنا هذه الاتفاقية منذ عام يعني 2008 عقدت، والى حد هذه اللحظة لم تشكل لجنة واحدة لتنفيذ البنود الواردة فيها. فقط فيما يتعلق بالجانب الأمني اللي هو القوات الاستشارية والقوات الساندة كان هناك نوع من التفعيل، لكن في القطاعات الأخرى السبعة اللي هي مهملة لم يتم تنفيذ. الآن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا المعروفة بالHCC اللي الآن بدأت توقع مذكرات تفاهم، اليوم وصلنا إلى 18 مذكرة تفاهم ما بين العراق وواشنطن ضمن نطاق القطاعات السبعة في الاتفاقية. أعتقد هذا منجز لم يحقق منذ أكثر من 16 عام من توقيع هذه الاتفاقية وإقرارها وإيداعها حتى في الأمم المتحدة في الأمانة العامة للأمم. بالنتيجة نعتقد يعني لما نطلع على هذه الاتفاقية راح نشوف أكو مصالح متبادلة بين الطرفين، تحقق نقلة نوعية في طبيعة العلاقات، وأيضا في تحقيق شيء يذكر للعراق يحسب للعراق إذا ما تم تنفيذ أمريكيا. أنا أشوف أنه أكو ترحيب أمريكي. نعم. أكو رغبة أمريكية، يعني شوف هم كانوا مشكلة استعدوا العراق لأو إحنا للصين صراحة، حاولوا حتى إسقاط الحكومة في وقتها حكومة عادل عميم، يبدون أن تكون لهم مصالح. الآن بوب هذه المصالح في ظل هذا الاتفاق ومذكرات تفاهم ومنهاج حكومي وشفافية عالية، أنا أعتقد يعني أكو ما كفت شيء يمنع الجانب الأمريكي بأن
يلتزم ويفي بالتزاماته بالاتفاق. جيد استاذ محمد، ما هي الاثار المتوقعه للاتفاقيه؟ اليوم تحدثنا كثيرا عن هذه الاتفاقيات والزياره، لكن ماذا بعد الزياره؟ خب بدايه انه يمكن القول انه دوله السيد محمد الشاه السودان دوله رئيس الوزراء كاول مسؤول حكومي يذهب الى الاداره الامريكيه منذ العام 2003 ولديه برنامج متكامل في الطاقة، في النفط، في الغاز، في التعليم، في الثقافة، في هذه القطاعات، ويقول دعنا من الجانب الأمني نفكر في هذه الصورة. هذا بالنقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ملف الأمني وجدولة الانسحاب هي ذكرها السيد السوداني في أكثر من مرة حتى في أمريكا، أنه هناك لجنة مشتركة عسكرية، وبالتالي بعد 10 سنوات من وجود قوات التحالف في العراق ولابد أن يكون هناك مراجعة لعملها، وسنلتزم بمخرجات اللجنة، واللجنة على رأسها السيد يار الله، وهو رجل هم كشخصية أكاديمية ومن الناحية العسكرية يمتلك كل هذه المواصفات ولديه القرار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في هذه النقطة أنه تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي عطلت سابقا من قبل الأمريكان وذهب إلى الأمريكان إذا أردتم التعامل فهذه مشروعنا. نعم شراكة استراتيجية طويلة الأمد في هذه القطاعات، نريد هيئنا بيئة آمنة، أرض خصبة لي، وننتظر المستثمرين والشركات للعمل في العراق خلال منذ تشكيل الحكومة. هناك من يشكك بدعم واشنطن للعراق، هل من الممكن أن تدعم اليوم واشنطن الحكومة العراقية وبرامجها وبالتالي اليوم نرى والإدارة الأمريكية أساسي. احنا في السابق كنا نرى أنه الإدارة الأمريكية في عام 2014 تنصلت عن التزاماتها وكذلك فرضت ضغوطات، لكن اليوم التعامل أنه مصالحها هي في العراق، أحداث أوكرانيا مع الصين، هذا كله في سبب في المشكلة. لذا أنه كان لا توجد لها أنه حفاظا على مصالحها أن تتعامل، وحكومة السيد السوداني نقلت لها رسالة واضحة، أنا غير متمحور كعراق، غير متمحور، وبنفس الوقت أحتفظ بعلاقاتي بالجمهورية الإسلامية كما أحتفظ بعلاقة مع المملكة العربية السعودية ومع الجارة التركية، كذلك أحتفظ بعلاقتي استراتيجية كعلاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونخلق بيئة آمنة ليس فقط في العراق وإنما للمنطقة. هذه فد رؤية عميقة بأن يكون هنا العمل للاقتصاد، نعمل في هذه القطاعات، الشركات الأمريكية تعالي للعمل، شركة هانويل عندما تأتي إلى مثلا إلى الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، كذلك أيضا المشتقات النفطية 40% يكون تكريرها هم أيضا في بنسبة كبيرة، هذا هم يعود أن نتخلص من عملية الصادرات، كذلك حتى في مجال مثل إرسال 3000 طالب من أصل 5000 كالبحثات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هم كله تقدم كبير هذا لم نرى في السابق. ومع ذلك أيضا السيد السوداني في زيارته ذكر وأكد على الثوابت الوطنية. ما هي؟ نحن هم يجب أن نؤكد أنه صحيح في الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض، ولكن ذكر أنه موقفكم يا الأمريكان هو بدعم الاحتلال وخاطئ، باعتبار أنه ذكر كل ما يمر نتيجة التصعيد العسكري من قبل الاحتلال على غزة، كل ردات الفعل تعود إلى هذا الأساس، يجب وقف دعم وإرسال الأسلحة إلى هذا الكيان. بالتالي هذه نقل في الشكل واضح. كذلك أكد العلاقة مع الجمهورية الإسلامية وأنه لن يكون طرفا مع الأمريكان، وبالتالي أنهم أيضا أكد على أنه ما ممكن أن تبقى أمريكا هي عبارة عن قواعد، قاعدة حرير وعين الأسد وسفارة وبهذه الصورة وتبقى عملية القصف والاستهدافات. لا، أنه هذه الشركات أنا عندي الاتفاقية، وقعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي فيها بنود يجب أن تطبق على العراق، أنا هيئت اللي علي بيئة آمنة منذ تشكيل الحكومة، نعم. النظام المصرفي أيضا نحن هم لا ننسى كفد مشكلة عميقة، عندنا عقوبات على بعض المصارف، أيضا هناك كذبة تهديد من قبل الأمريكان بأن هناك عقوبات وشركة مشتكية على الأمريكان على العراق في السابق ولغاية الآن غير واضحة، ولكن مع ذلك أنه
جه الحكومة منذ البداية منذ تشكيل حكومة السير السوداني أنه عملت على أنه إصلاح القطاع المصرفي بحيث يتوائم للانطلاق في المرحلة المقبلة في الارتباط والمصارف العالمية. دكتور، بعد ما نجح رئيس الوزراء العراقي داخليا ربما استطاع أن يتقرب حتى من تصفير الأزمات، واليوم نشوف جميع القوى السياسية داعمة للسيد السوداني وهو في زيارته، هل يستطيع أيضا بحكومته أن ينجح بعلاقات الخارجية ويعيد التوازن في المنطقة ويعيد الدعم للعراق؟ بالحقيقة يعني هذه الزيارة كشفت لنا مسألة مهمة، مسألة داخلية ومسألة إقليمية دولية. المسألة الداخلية هي هناك مقبولية لهذه الحكومة بشكل عام، وهناك إصلاحات حقيقية لمسها الشارع ولمستها القوى السياسية. نعم. حتى الجدل والخصومات السياسية، شوف اللي يشتغل بها هو القضاء وليس التصريحات أو التشنجات أو التهديدات اللي كانت تحصل سابقا. النقطة الثانية، ما بعد الزيارة الآن وأثناءها، نعم، الإدارة الأمريكية وإيران توصلت بأن العراق نقطة ارتكاز للاستقرار الإقليمي، بمعنى كان حقيقة هناك تخوف من العراق أن يبقى العراق غير مستقر تتحقق المصالح الأطراف المتنافسة. الآن قناعة جديدة طبعا، وهذا سببها هذا العمق الداخلي الذي تحدثت عنه، شخصية رئيس الحكومة والتحالف الماسك إلى احتواء للفصائل والمقبولية الشعبية، إنه استقرار العراق يعني استقرار المنطقة. العراق بدل من أن يكون ملعب ممكن أن يصبح لاعب، وهذا تطور مهم في موقف العراق المتوازن أيضا، حتى نجاحه بحل المشاكل ما بين المركز والإقليم. اليوم نشوف الإقليم داعم الأول لرئيس الوزراء. نعم، شوف هو مشاكل تروح للمحكمة الاتحادية والقانون ما يتدخل بها، وهذا شيء يعني مهم حقيقة. سابقا كانت تهديدات شخصية وتلفظات وغيرها موجودة الآن في وسائل التواصل، لكن رئيس الوزراء لم يتحدث بكلمة واحدة حول هذا الموضوع. أعتقد قضية العقل والتعقل العقلانية اللي تتمتع بها شخصية رئيس الوزراء وأيضا الحكومة والفريق اللي يشتغل معه والقوى السياسية الماسكة إلى دور كبير جدا في نجاح في انطلاقته على المستوى الإقليمي والدولي، وهذا التوازن مهم. إذا ما استمر ودعم، أنا أتصور يكون هناك يعني مسألة بناء الدولة في العراق ستكون لها يعني آثار إيجابية كبيرة. نعم. جيد أستاذ محمد، بدقيقة واحدة الوقت داهمنا، واشنطن وبغداد أين تتطابق وجهات النظر وأين تتقاطع؟ وحتما تتقاطع في الملفات الإقليمية، محاولة دفع العراق للتمحور، وكذلك في جانب الملف الأمني، لكن هناك تطابق في ما يتعلق بجانب القطاعات الاقتصادية والنفطية، باعتبار العراق يمتلك هذا الخزينة الهائل من النفط ودوره أساسي في القطاع النفطي، كذلك حتى في الجانب المصرفي. وبالتالي أيضا أود أن أشير إلى نقطة، إلى أنه العراق اليوم خصوصا في هذه الفترة يمتلك بيئة سياسية، نعم، ناضجة ولأول مرة متفقة تماما على تحرك حكومي واضح، ولاقى دعما سواء من الإطار التنسيقي أو من تحالف إدارة الدولة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسر يشكرك جزيل الشكر، وأيضا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الميالي، شكرا جزيلا لي جنابك. إذن مشاهدينا، قبل أن نروح وياكم للموجز الخبري ونختم حصاد اليوم، خلونا نشوف أبرز الآراء المطروحة على منصة إكس.
إذن ختاما بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الوزراء يؤكد من واشنطن جدية الحكومة في توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية إلى العراق. مستشار السودان يؤكد بأن 100 شركة أمريكية حتى الآن أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية. وزارة الكهرباء تعلن بأن المذكرة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميجاوات جديدة للشبكة الوطنية. الصحة تعلن تلقيح أكثر من 4 ملايين طالب من أصل أكثر من 7 ملايين للقاح الحصبة في المدارس. العتبة العباسية المقدسة تقيم فعاليات الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.